السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا اليوم هنعمل مكرونة، هي مكرونة بالخضرة صحية كتير. معانا المكونات، ماما طبعا اللي هتعمل وأنا هتكلم لأن ماما عاملة عملية في بقها فمش هتعرف تتكلم. طبعا احنا معانا النهاردة مكرونة اللي هي مكرونة اللبن، وجزر مبشور، وفلفل، أي فلفل عندك عادي ممكن تحطيه، وطماطم وتوم وبصل. البهارات معانا بابريكا وبهارات لحمة وكمون وتوم بودر وفلفل ومرقة وبصل بودر. طبعا مش هنحط ملح غير بعد ما ندوق لأن المرقة فيها ملح، وطبعا الصلصة. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي. طبعا ماما هتحط الزيت، وهنجيب الخضار ونحطه كده زي ما انتوا شايفين جنب المكرونة. الحضرة سريع جدا. زي ما انتوا شفتم دلوقتي ضفنا كل المكونات على فوق المكرونة، وطبعا حطينا زيت، ونحط الصلصة، هنضيف بقى البهارات اللي هي البابريكا، هنحط المرقة الأول وبعدين هنضيف كل البهارات اللي قلنا عليها، هنقلبهم كلهم مع بعض كويس جدا. طبعا احنا هنضيف دلوقتي فوقها مية سخنة ماما بتسخنها، وهنحط بقى بعد ما قبل ما نحطها بالفرن هنحط جبنة موزاريلا، انا نسيت اقول لكم عليها. ممكن تحط اي نوع جبنة متوفر عندك، ولو ما حطيتيش عادي برضك مش مشكلة. طبعا الاكل ني في ني صحي جدا. طبعا احنا سخنا المية هنضيفها عليها، معلش كده محتاجة مية خلاص. نسيبها طبعا تغلي، طبعا المكرونة هتستوي وهتبقى جاهزة للأكل وكل حاجة ما شاء الله. شوفوا الجمال والحلاوة والريحة طالعة، ما اقولكوش طالعة جميلة قوي. طبعا هي كده جاهزة عشان نحطها بالفرن، احنا بنحب يكون فيها مية. طبعا هنضيف لها الجبنة الموزاريلا ونحطها بالفرن. مش عايزة تحطها بالفرن ما تحطهاش، عادي حسب رغبتك، بس عشان ان احنا نحمر وجه المكرونة وتكون طيبة. ندخلها الفرن ونرجع لكم. هيك بعد ما طلعناها من الفرن طبعا الريحة طالعة روعة ما شاء الله. قولولنا بقى رأيكم فيها بالكومنتات، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتحطوا لايك للفيديو. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، بتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوا بقى تحطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفوها. ويلا نشوفكم في فيديو جديد.